هي الناس ما راهاش الا مجايبه في سيره الناس ويمسكوا في سر الدي ويسيبوا في سر الدي ويمسكوا في سر الدي ويسيبوا في سر الدي. والايام دي مش ماسكين الا في سر تقولوا عليا رغايه. رغايه منين؟ مين هالله اللي تتهمني وتقول رغايه؟ انا رغايه؟ بقى مين اللي بكلمش غير 395 كلمه في الدقيقه يقولوا عليا رغايه؟ رغايه منين يا اخواتي؟ واحد افندي فايت بيقول لها يا ست هاني، قلت له نعمين يا اخويا، قول لي بتاع النور ده فعلا النور الشهر ده صاب البقاله على بكره خد بقيه الحساب بتاع الجرايد. الحمد لله الراجل بتاعه لا بيعرف يقرا ولا يكتب. قال لها يا ست هاني ما انا لا بقال ولا نجار ولا حاجه. تبقى المكواجي قول لي هي المكوى من ساعه الصبح ما جاتش ليه لغايه دلوقتي؟ دلوقتي الافندي بتاع لما يجي من الشغل يسالني على المكوى اقول له ايه؟ بحتها؟ اجرتها؟ سلفتها؟ لا لازم تجيبوا المكوى في موعدها يا ست هاني، مفهميني؟ ده انا لا مكواجي ولا حاجه، ده انا الساكن الجديد اللي سكت ساكن جديد، نورت بيتنا وشرفتنا، اتفضل خش عندنا، ده ما شفتكش الارض شيلك فوق علينا. اجيب لك قهوه ولا كازوزه ولا قرفه ولا جنزبيل ولا حلبه ولا مغات ولا ينسون ولا كراويه ولا كازوزه؟ كازوزه من عينيا لازم اجيب لك كازوزه، ولا اقول لك اجيب لك ليموناته؟ بتقول لا على الليموناته؟ ده انت راجل عبيط لما ترفض الليموناته. ده الليمون مفيد لما تحطه على شوربه الخضار. اسكت، الخضار غالي ايام دي وزاره التطعيمين بتقول لي ما تشتريش الا بالتسعيره. طبعا لازم اشتري بالتسعيره، والحكومه بتقول لي اشتري بالتسعيره يبقى لازم اشتري بالتسعيره. يا ست هانم انا مالي ومال الخضار واللحمه ومالي ومال التسعيره؟ ايوه يا اخويا يا حبيب الشوم، انا عارفه صحيح ايه اللي خلاني اتكلم عن الخضار واللحمه؟ تبقى نصيبه لو تقول عليا رغايه، تبقى نايبه لو تقول عليا لتات، ولا عجان، ولا بتكلم كتير، ولا اللي بقوله بعيده، ولا بتكلم في الفاضي والمليان، ولا في الفاضي يا اسمعني معروف، اديني فرصه اتكلم. هو انت جيت تتكلم وقلت لك لا؟ انت جيت تتكلم ومسكت بقك؟ اتفضل اتكلم. ما انا عارفه ان انت جاي تتكلم، باين في عينك عاوز تتكلم، مكتوب على جبينك عاوز تتكلم، واللي كتب على الجبين لازم تشوف العين وانت لازم تتكلم. اتفضل اتكلم ما دام انت عاوز تتكلم. هو انت لو ما كنتش جاي تتكلم ما كنتش تيجي تخبط على باب بيتنا اللي كنت عايز تتكلم. اتفضل اتكلم انت بقى، اديني ساكته اهو مش متكلمه، تعرف لو فتحت بقي يبقى لك كلام، والنبي ماني متكلمه. اعملي معروف ابوس ايدك على ايه تحملنا نزوق ذنوب؟ على كمان انا ما اقدرش اخليك تبوس ايدي، الاحسن ايدي متعصب بصر طمح. انا كنت بعمل التقليل ملوخيه. اسكت، مش نزلت السوق ما لقيتش عرقان بيعمل لي معروف؟ انا مراتي عيانه يا ابو الشوم. مراتك عيانه ولا طولش عليها؟ ازاي تبقى جارتنا ولا زورهاش؟ ده شقه جنب الشقه، انت اللي غلطان. كان لازم تقول لي، كان لازم تبعت لي جوابات، شد لي التلغراف، كلمني في التليفون. في تليفون طبعا يا اخويا، ده البيت اللي من غير تليفون زي الطبيخ اللي بلا لحمه زي الترمال من غير سنجه في عرضك. في تليفون ولا انت بتسكت ليه؟